ست هبه. اهلا وسهلا. ايه الحلاوه دي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا هبه؟ ازيك يا ريس؟ ازي صحتك؟ الحمد لله. صباحك فل. نهارك ابيض. انت اللي بتقفي على طول على النصبه؟ لا. ولا يعني وقفه مؤقتا؟ لا شويه انا شويه الصنايعي شويه جوزي على حسب الشغل. يعني دخل كذا زبون انا اقوم وشايفه الصنايعي مش مساعدني. لو في حركه كويسه انا اقوم. تمام. انا اقوم. والحركه بتبقى امتى؟ بالليل؟ بالليل والصبح. انت شغاله على كل المحلات دي الصناعيه دي ولا ايه؟ يا ريت. لا في حد بينافسك الناحيه دي؟ لا مفيش حد. اجي اقف هنا؟ الارزاق بتاعت ربنا. ها؟ الارزاق صحيح طبعا طبعا. الارزاق بتاعت ربنا. بس انت فاتحه في حته حلوه جدا. سيدنا الحسين. سيدنا الحسين. احنا سيدنا الحسين الناحيه دي. وبعدين احنا في المكان ده نخش كده على الجماليه. ونخش على النحاسين صح؟ والمعز. والمعز. لا تروح سوق الطريق ساكن وسوق الليمون وايه كمان قول؟ باب الشعريه وبيت القاضي. بيت القاضي الناحيه دي؟ وبيت القاضي. وبيت القاضي الناحيه دي. بقالك كام سنه هنا يا هبه؟ بقالي 33 سنه. انت مولوده هنا؟ مولوده. مولوده فين؟ مولوده هنا في المكان ده. في المكان ده؟ يعني مولوده في القهوه؟ في القهوه. هي ما كانتش قهوه. تتكلمي جد؟ هي ما كانتش قهوه. امال كانت ايه؟ كانت محل سبح بتاعت ابويا. المكان ده؟ المكان ده ابوكي مشتري ده ملكه ولا مأجره من زمان؟ كان بتاعه. بتاعه تمام. وانت كنت ساكنه هنا؟ هو كان بيته بتاع سبح هو الله يرحمه. يعني عامل مكان عيشته هنا. هي كل دي دكاكين نبض على بعضيها. هنا كانت النومه. وهناك كانت الورش. كان هو اللي بيصنع السبح والفاروز والحاجات. كنتوا كام عيل بقى؟ كنا اربع بنات وثلاث صغار في الاوضه. ايه؟ الاوضتين اللي قاعدين فيها هنا. تربيتوا انتوا الاربعه هنا؟ مش كلنا. احكي لي بقى اللي حصل. انت وابوك خلفكم من مش عايزين نعد السنين عشان ما بقاش بايخين. انت اربع بنات؟ اربعه. ما فيش ولد؟ في ثلاث صبيان. اربع بنات وثلاث صبيان. ما شاء الله كويس. مين فيكم اتعلم ومين ما اتعلمش؟ كلنا متعلمين. اتعلمتوا ايه؟ دبلوم كده؟ دبلوم. كلكم. ومين فيكم اشتغل هنا ومين مشي؟ احنا اشتغلنا هنا بعد الظروف. حصلت مشوار طويل. يعني ما كناش في دماغنا ان احنا نفتح قهوه اساسا او نشتغل. امال امتى بقى محل السبح دوت ومصنع السبح وكل حاجه وبيتكم اتحول لقهوه؟ ده نصيب. نصيب صحيح. بس ما احنا بنسال امتى؟ احنا ما بنقولش ليه. بنسال امتى؟ هي من 20 سنه. من 20 سنه بعد الوالد ما توفى؟ بعد ابويا ما توفى. بعد ابوكي ما مات. يعني ابوكي مات وده سبح؟ لا كانت سبح وتهدد. وبعدين ابوكي عطل؟ اتوفى. توفى. جاي ابني تاني توفى. جيت انا كنت انا متجوزه جوزي توفى. ما عايزين نبقى الرحله الحلوه دي. عاشت رحله جميله يا هبه. ابوها توفى وبعدين. استني خليكي ما تسمعيش الكلام. خليكي معايا انا. صحيح كلام تاني. ابوك توفى والمحل ده سبح. كويس. كنت انت متجوزه قبل ما ابوك يموت؟ قبل ما يموت كنت متجوزه بقالي سنه. قاعده في درب الاحمر. درب الاحمر؟ فين في درب الاحمر؟ درب الاحمر. في الدرب الاحمر في نفسه. في الدرب نفسه. كويس. وبعدين الاب توفى. كان اخواتك بقى اتجوزوا؟ كله متجوز. ومشيوا؟ فضلت والدتك؟ وامي. امك؟ وانت بس؟ واخوكي؟ واخويا الصغير. كان في اخ فيه مشاكل عارفين احنا هنبقى. الله يهديه. صح؟ الله يهديه. امين يا رب. كويس. الاب مات؟ عملتوا ايه بعد الاب ما مات بقى؟ ما عملناش. الدنيا مشت الحمد لله. مشت ازاي؟ عملتوا قلبتوها قهوه ازاي؟ ما كانت هي بتفتحها الله يرحمها. كانت امي كانت بتفتحها كل مولد. كانت بقت ارض هنا فاضيه. كانت بتنزل تقعد بقت تفتحها كل مولد. كل مولد سيدنا الحسين او غير سيدنا الحسين. انت ممكن تبقى سيدنا زينب برضه يبقى في ضغط هنا؟ لا مفيش. هو كل المولد بس. بعد كده انا يعني مره في السنه؟ بعد كده كنت انا جوزي توفى بقى وبشتغل بره في ارض المعارض وكده. فقلت لها احنا نفتح هنا. بتشتغلي فين؟ في ارض المعارض. برضه يعني مع ناس مثلا تفتح مشروع ميه سخنه برضه تاجر منافس في الاستاد كده يعني. اربعه خمس رجاله وانا مثلا اللي دايره بالشغل كله. شغلي برضه قهوه؟ ميه سخنه. ميه سخنه. وشاي وقهوه. نسكافيه وشيش. لا النوادي والمعارض والاستاد والحاجات دي ما فيهاش شيش. ده بعد ما جوزك مات ولا قبل جوزك؟ بعد ما جوزك وفى. طب تعالي لي. تعالي لي. مش هجيب لك الشاي. هات الشاي الكشري.
الشهيرة. احكي لي بقى، بعد ما جوزك ابوك توفى وبعدين جوزك توفى، جوزك بيشتغل يعني؟ كان مكانجي احذيه صاحب ورشه كبيره في درب اللحم. ده زي الفل. في الشعريه ولا ايه؟ في درب اللحم. في درب اللحم حاره الروم. وبعدين حاره الروم كويس. تعب بقى، جاله كانسر صغير كده. خمسة. تخلفت منه؟ معايا ولد وبنت. كويس. خلود ومحمد. هو كان عنده ورشه ولا بيشتغل في ورشه؟ لا كان مأجر ورشه وهو اتقفلت. مأجر يبقى اتقفلت على طول. والعيال مفيش حد يكمل، بدو عيال صغيره لسه. الحمد لله على ابوها برضه. عمامهم بقى وبتاع كويسين ومحترمين. كويسين. ناس عاليه قوي. طبعا ايه اللي حصل بقى؟ بس نزلت اشتغل بقى. نزلت اشتغل عشان كان الولد اتوفى. ما هو قبل ما هو ما يتوفى الولد اتوفى قبل منها بشهرين. ابنك؟ محمد. كان عنده كام سنه؟ ثلاثه. ده تالت وفاه، ابوكي وابنك واخوك وجوزك؟ لا، الاول ابني وبعد كده جوزي وبعد كده ابويا وبعد كده امي. وبعد كده امي، كويس. فبعد ما توفى جوزك اللي هو قبليه ابنه مات. لقيتي بقى الاهوان؟ لا، كنت شغاله بره بقى. كنت بشتغل بره، اروح مثلا في شغل في الاستاد، في ارض المعارض، الناس تاجر مثلا، امسك لهم الكشك نصبه كده وتعملوا شويه ميه سخنه وكده. لا لا، امال ايه؟ مأجرين، الناس مبسوطه مأجره. بس عاوزه حد زي يشتغل. حد يشتغل. تمام. وانا كنت اللي ماسكه لهم الشغل. كويس. بس امتى بقى جيتي القهوه هنا بقى؟ عملت دي قهوه؟ هي كانت والدتي الله يرحمها كانت بتعملها كل مولد. كان كل مولد. ايه اللي حولها بقى قهوه كده بقى على طول؟ انا بقى كانت قامت الثوره بقى، وارض المعارض ده كان ساعتها معرض الكتب ده كان فيه. ما ينفعش تروح هناك خلاص يعني. والناس خسرت، اللي كانت مأجرة مثلا غالية وخسرت. الناس خسرت. فقلت لها ما تطلعيش الحاجة، أنا معايا عيلة وعاوزة أشتغل في مكان أبويا وفي حتتنا. بعد المولد قلت لها خلي الحاجة. خلي الحاجة بدل ما بره أطلع بره أتبهدل بره وأشتغل من الصبح لبالليل أخد 50 جنيه، فأنا هشتغل هنا على طول. وجاء أرض أبويا قاعدة بتقول لي لأ والحكومة والناس. قلت لها أنا بقى مع الناس ومع أي حد. خلاص زهقت بقى. كنت اصغر من كده كمان وصغيره. بس كنت بحب الشغل عشان كنت عايزه، مش عايزه خلود دي تبقى عاوزه اي حاجه. ولا انا يعني فاهم، برضه احنا على قد حالها. وابويا الله يرحمه كان متوفى. كانت الارض دي خرابه. خرابه. انت عملت الارض بقى والحاجات دي كلها؟ ربنا كله من الله، كله كده. ناس ساعدوكي؟ من اهل الحته؟ الصراحة. بس بحب، بدأت حاجة حاجة بقى. بس انت خدتي علقة كويسة على ما وقفت على رجلي كده. باخد، لازم ان احنا ناخد ونقع ونقوم ونقف، ما نستسلمش يعني. اما حاجة ما تستسلمش وما تفكرش ان انت تعمل اي حاجة، كل حاجة بتبقى متاحة. تفتح قهوة يعني، كل ما تخيله في الدنيا ممكن انا اعمله، اما انا مش شايفة حاجة. هو في وسط الرجالة، في وسط الحي الشعبي كتير، شايفة الحلو وشايفة الوحش وشايفة اللي معدي عليا يقول دي ستي واقفة تلاقيها مش عارف ايه. اللي بيخش ممكن شايف نظرة وحشة، بس اللي يخش ويقعد يعرف انا راجل ولا لا، يعرف من تعاملي. امال اتجوزت عم احمد ازاي؟ ما انا بقى كنت خايفة من عاطف الله يرحمه. اتجوزت احمد بقى. خايفة من اخوكي؟ كنت خايفة من عاطف. عاطف كان الله يرحمه كان تعبان جامد. فاتجوزت احمد. بيعمل لك مشاكل. اتجوزت احمد ده ازاي بقى؟ كده. هو كان صاحبي. ما بنروحش على اي. هو كان صاحبي. صاحبك؟ كان بيجي القهوه هنا. اشتغل معاكي؟ لا، كان بيجي القهوه زبون. يجي يقعد يشرب، وليه اصحاب هنا في السوق. هو من المنشيه. ويقعد يبص بقى ويسرح بقى ويبص لي بقى. لا كلمها. لا، هو كلم امي الله يرحمها. كلم امي، كان مجنون. قالت له لا، دي انت دي قويه عليك، ودي انت غلبان، وشوف عيالك. شديده. المهم فضلت الدنيا لغايه ما هو ماشي يعني. انا عارفه ان البني ادم ده متقدم لي من زمان. وكانت امك ماتت؟ كانت امي اتوفت. بس فكده مره هو جينا هبه وافقي بقى خلاص بقى هتفضلي طول عمرك عايشه من غير رجاله مش عارف. قلت لهم مفيش راجل، انا ست ب 100 راجل بعمل كل حاجه. المهم لقيته هو جدع الصراحه يعني، هو صاحب مش زوج. موظف في مركز شباب الرياضه في المنشيه. يعني ملوش دعوه بالقهوه خالص؟ لا، بيجي لك بالليل بقى؟ لا، بيجي بالليل وبيقف معايا. يقف معاك بالليل بعد شغله؟ بعد ما بيخلص شغله. النهارده مثلا مش رايح شغله يقف معايا. انما انت اللي ماسكه الحسابات وكل حاجه. كل حاجه. وخلفت بقى؟ جبنا تماره بعد 10 سنين. يا سيدي يا سيدي. جبتي تماره؟ جبنا تماره. مين اختار اسم تماره، انت ولا هو؟ خلود.
خلود. خلود هي اللي هتبقى بنتها. خلود هي اللي تقول اسمها ايه و... طب لما حد يقول لك ان انت يعني كانت بدايتك حياه صعبه شقه تقولي له ايه؟ اقول لا الحمد لله كان لازم الحياه يبقى فيها الحلو وفيها الوحش ولازم البني ادم يبقى عارف حاجه زي كده. عارف ان ممكن يقابلك حلو وممكن يقابلك وحش. النهارده معاك فلوس بكره ما يبقاش معاك. النهارده انت بصحتك بكره تبقى مريض. طب لو جه احمد قال لك انا هسيب الشغل واقعد انا واقعد انت في البيت بقى؟ لا لا كده على طول. ليه؟ هيدير هو الشغل. ما هو بيدير الشغل وبيعمل كل حاجه بس انا حياتي هنا. احب الشغل. انا احب انا عايز الشغل. هو بحب الشغل. انا شخصيتي انكش ده اللي رايح واللي جاي. تعالى اشرب حاجه. تعالى يا ابني اشرب ربع جنيه. انا ما انا عاوز اعمل كده. انت كوبايه شاي عندك بربع جنيه؟ باي حاجه تتخيلها ممكن ببلاش. والله انا ما بزعلش حد. انت حاجه غريبه جدا عند الشعبين. قابلت كذا واحد في ست كانت في الشارع كلود بي اظن بتعمل عدس الصبح. فتاكل اللي يدفع اللي يدفع. واحد بتاع فول في الحلميه برضه قال لي يدفع اللي يدفع. اللي يدفع 5 جنيه واللي يدفع جنيه. لا انت نفس الحكايه. لا لا وساعات يجي لي زبون نضيف وساعات يجي لي. ما بقولش لحد لا الصراحه. ماشي ماشي بسطر. ماشي دايما بقى. انا احب اشغل الدراويش. ده مزاجي. تعمل ايه؟ اشغل الدراويش. الدراويش بتوع الحسين؟ شغالين ازاي؟ شغلوا معايا. يجوا يشتغلوا معاك؟ يتعلموا رش ميه يروح هات لي اي حاجه. وممكن يباتوا هنا بقى كده ولا؟ وبيتوا. تبيتيهم؟ ويسرقوني مش كده. اصل الحسين هنا عالم. عالم كتير و... ايه اكتر حاجه ملفته هنا وانت عايشه في الحسين في وسط الناس بتشوفيها بتلفت نظرك؟ لان العالم ده عالم في ناس تعرف عنه حاجات وفي حاجات ما حدش يعرفها خالص. خاصه العالم انت قربتي له ده عالم الدراويش وده عالم كبير. كبير كبير واحسن حاجه ان انت تتعامل معاه. ده ملكوت. ملكوت بس احسن من بني ادمين الفايقه والعاقله دلوقتي. والله تعرف تتكلم معاه. انا ما اعرفش اشغل معايا صنايعي ميه سخنه صنايعي. ما اعرفش انا اشغل اللي هو ما يعرفش ده وانا اعلمه واحده واحده. ما اشغلش المفتح معايا ده. تعرف انا طول عمري في احياء شعبيه يعني اول مره اسمع ان في شغلانه اسمها ميه سخنه. ايه يعني تعملي شاي وقهوه؟ هي يعني تبقى نصبه بتعملي فيها ميه سخنه. بين يطلع بينها اللي يطلع بعد لا كده. هي اسم إيه؟ إيه زي التجاره شامله. ميه سخنه عندي مناقصه النهارده ميه سخنه في عماره مش عارف ايه كده في الضرايب في المستشفيات يعني مو في صغير. اسمها ميه سخنه. اسمها ميه سخنه التلخص بتاعها على اساس الحاجه الاساسيه اللي بتعمل ميه سخنه. تعملي منها الشاي وبعدين تحطي في كنكه القهوه ونسكافيه وبتاع حاجات زي كده. هي شامله بس. طب ايه اكتر حاجه بتحبيها هنا في المنطقه واكتر حاجه بتكرهيها بتخافي منها؟ زي ايه؟ ما انا ما اعرفش. ما زي ايه؟ اكتر حاجه بتحبيها في المكان واكتر حاجه بتبقى خايفه منها قلقانه منها. اكتر حاجه بحبها ان سيدنا الحسين. اكتر طبعا. حاجه ما ببقاش خايفه منها. مش خايفه من اي حاجه. ما تخافيش من اي حاجه. خايفه ان يجي يهدوها هقف واشتغل بس. هو ده هيجي يهد هقف واشتغل. انت ما عندكيش استقرار في الحكايه دي؟ لا ما عنديش. يهد ما عندكيش اوراق رسميه؟ ولعت. لا ما عنديش. كله ولع. ولعت ووقفت وعملتها وقعدوا يقولوا لي يوم الحريقه دي شيل الحاجه دي هتتهد الصبح. قلت لهم تتهد هقف اشتغل ما حدش يشيل لي حاجه. حبسوني. اتحبست اصلا. اتحبستي؟ عشان الحريقه دي؟ لا هو ماسك كهرباء واتحبست يوم انا وهو. هو يعني من ساعتها ما اتجوزت كل شويه بحبس. هو بعد ما انت اللي بتحبسي ولا هو؟ هو انا وهو. ما بتحبس بتحبس مع بعض. كويس كويس. طب قولي لي الارزاق بتاعت ربنا طبعا. انت بقى بتيجي تشتغلي وتخلصي شغلك كل يوم مثلا مكسب 10 جنيه زي ما يكون يعني بتشيلي منه جزء عشان تستثمريه في القهوه وكده ولا هو الفلوس كل اللي جاي رايح؟ الحقيقه ولا الكذب ولا زي ما انت عايزه. هتكذبي عليا اوكي هصدقك برضه. ما اعرفش هو ساترها ربنا. هو مش ساترها. اللي انا اعرفه هو ساترها. هو ده اللي اقوله لك. ما تقدريش تحسبيها. لو حسبتيها تتجنني. صح؟ ما عنديش وعي. كان املي كله في امي ان هي ما تفكرش ان ما اشوفش في امي في مثلا ان هي تحزن على المكان ده عشان كان بتحبه قوي. ان هي تحزن عليه. كنت دايما اقول لها ما تسيبي كل حاجه لربنا ما تخافيش مش عارف ايه. فانا كنت بقوي امي. انا مش هلاقي انا اقوي نفسي. فمش انت بتقوي نفسك دايما بالاتكال على الله باللي شفته في حياتي كلها.
اللي شفته هو اللي لازم ربنا. في مخرج طول الوقت عنده هو. 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 انت ما تعرفيهوش. لا هو. بس انت بتستنيه. بستنيه عشان هو عارف انا مش ما فيش اكل حرام. ما بظلمش حد. ما بجيش على حد. عندكم مواسم منها غير الموالد؟ اه. مثلا يوم الخميس بيشتغل بالشغل كويس؟ الخميس كان زمان. كان زمان. دلوقتي الجمعة بس. جمعة بس. بره بقى بره والمعز. لا بره دي دنيا تانية. بره والمعز دنيا تانية الصراحة الخميس والجمعة. اما هنا عندنا في المكان هنا في الدخلة دي بس كده الجمعة. جمعة بس. وبقيت الاسبوع. لا الدنيا هادية الصراحة. ولكن انت تقعدي. ما تمشيش. انا ما تبقى الدنيا هادية ما تسيبيش الصبي وتمشي تروح تقعدي في البيت. لا بفضل قاعدة. تفضلي قاعدة. بفضل قاعدة. ساعات بقى الايام مثلا ممكن ما الاقيش فيها شغل مثلا حصل ولادة قاعدة في البيت. تعب خلود تعبانه في لا دي حاجه ثانيه في ظرف ثاني بيجي احمد بقى يجي احمد اه واحمد بيجي ينزل معايا لما انا ببقى نازله ما وروش اي حاجه بيجي معايا هو عنده قهوه برده في المنشان ولما احمد يجي يبقى موجود هنا انت برده تقدمي الشاي والقهوه ولا انت واقفه اعمل معايا وتقدمي الحاجه لا ما ينزلنيش لما احمد يبقى موجود معاه انت فوق ما تنزليش لو هي بقى ترابيزه حريم اقول له انا اقوم بقى اه خلاص انا اهو يعني كده بس اما ما ينزلش ربنا يسعدك يا بابا ويديك الصحه رب انا مبسوط اني شفتك النهارده انا يعني عجبني فيك ان انت بتكافحي وعجبني فيك فكره انك اتجوزت تاني لانه في ستات كتير جوزهم يموت يقعدوا على العيال لكن يعني دي وجهه نظر ودي وجهه نظر فانا عجبتني فكره ان انت لا حياتك تستمر لا مش لازم حياتك تستمر طبعا ما طبعا احنا طبعا عايشين في الدنيا دي طبعا احنا هنموت في الاخر لا 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 لازم حياتك تستمر لازم تستمر فعلا لازم وده تستمر. التربيه دي كمان تفيد بنتك على فكره يعني تفيد البنت بدل ما تتكبي عليها تقعدي متفرغه لها وتعذبيها معاكي بقى ليها اخت وبقت الحياه اختلفت كتير وبقت هي عقلها كله يعني طب انت لما بتعوزي تتبسطي انت وابو حميد بقى بتخرجوا تتفسحوا؟ اه بتروحوا فين؟ بروح السيده نفيسه يا سيدي يا سيدي من الحسين للسيده نفيسه بحب السيده نفيسه اه هي دي الفسحه بتاعتكوا؟ ما بروحش في حته ما بروحش مصيف ولا حاجه لا ما بروحش ما روحتش ما بقى انت هنا ما تنفعش تسيب المكان لوحدك لازم انا ابقى قاعده طول ما انا قاعده الدنيا كلها حلوه ومرتاحه طول ما انا مش قاعده تشوف كل حاجه لما تسيب المكان طبعا لازم نهارك زي الفل اهي